طريق النهاية. يلا جاي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين براجد الحبيب. تفضل فوت فوت، والله إنك ابن حلال. هلأ شلت الشاي عن النار، فوت. إيه أنا عطول بجيب وقتي ولو. شلونك؟ لك طمني عنك، وينك مختفي يا زلمة؟ والله هون بس صاير عم بطلع لعند رفقاتي على عفرين. إيوه الله يجيرنا خير إن شاء الله. يا أهلا وسهلا براشد، وهاي أحلى كاسة شاي زلال. لك والله يسلموا هاليدين. لك صحيح بدي اسألك، مزبوط انه سرق موتورك؟ ايه والله صحيح، صار له فترة. الله لا يوفقه اللي سرقه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ولقيته شي؟ لا والله. الله المستعان، ما رجعت اشتريت واحد بداله؟ الله يكون بالعون، من وين بدي اجيبه؟ انت بتعرف البيرو غطاه؟ يلا انا اللي بعرف. بعين الله. أخي هدول الأغراض حقهم 100 دولار، وغير دولار ما باخدها. أخي مثل ما بدك، دولار دولار، بس يعني شك السعر غليان الحشيش يعني. يا أخي ما في بالسوق، ما بيجينا. إيه هدول بزور دبرت لك يا هون. صحيح عم تغلي علينا بس بتستاهل. وهاي 100 دولار تكرم. الله يكرمك ولا يهمك، من طالع لك يا المرة الجاي. أهلين عمي سعيد. أهلين فيك. أهلين. الزلمة صاحبي وحاطن عندي أمانة، شلون يا زلمة بدك يعني رجع لي اياهن مزورات؟ لك يا فهمان، لك يا فهمان، افهم علي. تعرف قديش حيطلع لك مراه القصة؟ بيطلع لك 800 دولار. لك بتزبط فيهم أمورك، بتشتري بدال الموتور اللي انسرق. ايه وبلكي يعرف. أنا شو بدي أقول له؟ لك ومن وين راح يعرف؟ دخلك الدولار كله بيشبه بعضه. ويعرف سيدي، قل له أنت هدلون اللي حطتن عندي. والله خايف، ما بعرف شو بدي اقول لك، خايف متردد يا زلمه. امانه هدول؟ لك قوي قلبك يا زلمه، لك هدلون 800 دولار. 800 دولار مو لعبه يعني. انت هيك رايك؟ لك قوم جيبهم على السريع، خليني بدل لك ياهن قبل ما يجي الزلمه. قوم. طيب ماشي، يلا قايم جيب لك ياهن. قايم يا زلمه، ما بيجي من وراك الا وجع الراس. لك قوم على السريع، قوم لا يلا تتردد. قايم قايم. موجز نهائي للأنباء من إذاعة الثورة، يتلوه عرض لأهم أخبار هذا اليوم. أهلا بكم. ذكرت مصادر محلية أن فصائل الجيش الوطني استهدفت بقذائف المدفعية مواقع الأشياء قصد بمحيط مدينة عين عيسى. سلام عليكم، كيفك يا أبي؟ شو أخبارك؟ شلون صحتك؟ عليكم السلام. أهلين حبيبي، الله يرضى عليك. تفضل فوت. يلا هاي فتنة. طمني عنك يا أبي، كيفك؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. أنت شلونك؟ شلون أولادك؟ كيفكن؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله مشتاقين، والأولاد ببوسوا إيدك. الله يرضى عليك. ليش ما عم نشوفكن؟ الخميس الماضي كنا عنكن، يعني ما صلنا كم يوم. أنا والله إذا بتغيبوا عني يوم واحد إني بشتاقلكن. الله يسلمك ويخلينا ياك ويطول بعمرك. بتصدق أحيانا ما بيجي من الشغل لبعد الفجر. الله يعطيك العافية ويقويك ويحمي لي إياك يا رب. الله يسلمك يا أبي، الله يسلمك ويطول بعمرك. يلا ماشي، راح أقوم أجيب لك المصاري، بس تأخرت علي يا عمي علي. لك الله يكرمك يا رب. لك والله صار معي شغلة وأخرتني. يلا كله خير إن شاء الله. يلا قايم جيب لك ياهن. you
تفضل أخي علي، وهاي المصاري عدن لك. الله يسلم الإيدين يا سامير. لك أخي الله يرحم أهلك قبل ما تحطني بجيبتك عدن لك. لا يا أبو سمرة، شو ما في ثقة بيناتنا؟ لك أنت بتتأمن على الروح ولو؟ والله وعراسي يا علي، بس ما عليش أخي عدن، أحسن إلي وإلك. طيب ماشي مثل ما بدك، وهاي رح نعدون. بدك تحكي لي منين جبت المزور؟ احكي لشوف. سيدي سدوني، اخذتها من واحد كنت بيعه اغراض وما بعرف انها مزوره. هلا بدك تضحك علي انت ولك؟ لك انا مارق على راسي مثلك كثير، احكي لشوف. لك سيدي سدوني ما لي علاقه بشي، لك حتى هي والله ما قولي. ها حلوه هي مو لك، لكن منين جبتها؟ سيدي انا بعت اغراض لواحد. ايه؟ وهي ال 100 دولار من حقهم. طيب ماشي، بتعرفوا لهذا الشخص انت؟ ايه سيدي، جاري بالحاره اسمه محمود. خود اكتب لي عنوانه واسمه. حاضر سيدي، بس الله وكيلك ما لي علاقه يا سيدي. طيب طيب هلا راح نشوف ونتاكد اذا لك علاقه ولا لا. مساعد حمزه. حاضر سيدي. خود بتجيب لي هذا الشخص من هذا العنوان وبتاخذ دوريه وبتفتش بيت فراس. حاضر سيدي. أهلين بليل الأمانة. الواحد بفوت بقول السلام عليكم، شبك هيك فايت؟ ارمي السلام بالأول. ما بدي ارمي السلام لأنك طلعت واحد قليل أمانة. ليش؟ شو صار؟ شو صار قلت لي؟ لك المصاري اللي حطيتهم عندك أمانة ايه؟ طلعوا كلهم مزورين. ايه شو ذنبي أنا؟ بركي أنت عطيني إياهن مزورين. هلا بنشوف عند الفرع شو دخلك. بسيطة يا سامير. لك شو ما بدك ساوي ساوي، أنا مالي علاقة. بتشوف أنا بورجيك. العمى شو لازم ساوي هلأ؟ والله مالي غير أحكي مع راشد، هو اللي ورطني، هو اللي بده يلاقي لي حل هالمشكلة. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. العمى ما عم يرد، هاد جواله خارج التغطية. العمى وين راح؟ بس ما يكون ضحك علي وبلاني وهرب. طيب كيف بدنا نتأكد ان المصاري اللي عطيته ياهو لسامير ما كانوا مزورين؟ سيدي انا سحبت المبلغ من البنك وعطوني وصل بارقام هون. ايه؟ ومن بعد ما طلعت من عند سامير طابقت الأرقام، طلعوا مو مطابقين، ورحت فحصت هون قالوا لي مزورين. طيب يا علي وين الورقة هاي؟ معك شي؟ ايه سيدي تفضل، هاي هي. هات لشوف. شو سيدي، تأكدت انه حكي مزبوط؟ الله يوفقك، ساعدني بنخرب بيتي يا سيدي، بنخرب بيتي. طيب ترك لي عنوان هذا سامير ونحن رح نتابع الموضوع ان شاء الله. الله يجبر بخاطرك يا سيدي، الله يجبر بخاطرك، لا تنساني يا سيدي. ايه يا حمزة طمني، شو صار معكم؟ سيدي فتشنا بيت فراس. ايه بس ما لقينا اي عملة مزورة، بس لقينا هدول. شو هدول؟ هات لشوف. شو هاد؟ حشيش؟ ايه سيدي، ظاهر انه هو عن جد ما له علاقة بالعملة المزورة. طيب وشو صار معكم مشان سامر؟ جبتوه يعني؟ ايه سيدي جبناه وصار عنا. طيب بتنزلوا عند الرائد شريف خليه يشوفه. حاضر سيدي. بتعرف يا فراس بعد ما فتشنا بيتك شو لقينا فيه؟ ايش لقيته سيدي؟ لقينا فيه مخدرات. ايش مخدرات؟ ما مخدرات، ايه هلا شكلهم ما بعرفه. ليك يا فراس لا تعذبني ولا اعذبك، بدك تحكي لي شلون ومنين عم تجيب المخدرات. يا سيدي صدقني انا شكلهم ما بعرفه يا سيدي. ماشي قلت لي لك ما بتعرف شكلهم، ما هيك؟ ما بعرفهم يا سيدي. طيب ماشي
نحن مصدقينك. مساعد حمزة. حاضر سيدي. خذ فراش ونزله تحت. حاضر. امشي قدامه لك. لك سيدي وين اخذيني؟ امشي امشي بركة. لك وين اخذيني؟ والله ما يلا يا سيدي. يلا. ايه كمل لي. وبعد ما اجي علي وامن عندك المصاري شو صار؟ سيدي بعدها اجى لعندي رفيقي راشد. ايه وبعدين؟ سيدي بعدين عرف انه علي مأمن عندي مصاري. كمل شوف. صار يلعب بعقلي ويقنعني اني اعطيه مصاري علي حتى يقلبني مزور. طيب ما خفت انه يعرف علي؟ بلا سيدي خفت، بس راشد صار يقول لي انه بتقول له انه انت اعطيتني اياهن هيك وغراني ب 800 دولار وانا كان ماتوري مسروق والوضع تعبان. وراشد منين جاب المزور؟ من عنده سيدي، قال لي بعطيك بدال المزور واعطاني الي حصة 800 دولار نظامية. ايوه طيب اكتب لي عنوانه هون. سيدي بكتب لك يا بس ما بظن تلاقوه. وليش بقى؟ لانه الظاهر بلاني معه وهرب سيدي. وشو عرفك انه هرب؟ سيدي لان ضليت يومين روح واجي عبيته ما عم لاقي، ودقت له على التليفون عم يعطيني خرج التغطية. لك شفت شلون بلاك؟ لك شو استفدت هلا؟ قل لي بس شو استفدت؟ والله ندمان يا سيدي ما استفدت شي. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. السلام. أهلين سيدي، تفضل اشرب قهوة معنا. ألف صحة وهنا. على علمك المقدم حازم اجى على المكتب؟ ايه سيدي ايه بمكتبه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل ادخل. يعطيك العافية سيدي. أهلين الله يعافيك. أهلين شريف، تفضل ارتاح. شكرا سيدي، أنا نهيت التحقيق مع سامير. إيه؟ وهي اعترافات وشرف. هات لأشوف. الله الله يعطيك العافية يا رب. بس راشد سيدي ما حسننا نلقي القبض عليه، تأكدنا أنه هرب برات المحرر. إيوه طيب، أنت على كل حال خليك مراقب البيت يعني عسى ولعله. هو هيك سيدي، المراقبة مو ترك البيت أبداً. ايه يا فراس، شلون لقيت لي الزيارة عند المساعد حمزة؟ حلوة ما هيك؟ يا سيدي انا بعترف اني كنت اشتري مخدرات بس ولا مرة بعت منها لحدا، كلها لي يا سيدي. هلا بدك تقنعني انه كل هالكمية اللي لقيناها عندك بالبيت هي الك؟ اشو عم تاكلها اكل يعني؟ يا سيدي لي صدقني لي يا سيدي. انت شكلك حابب ترجع لعند المساعد حمزة، الظاهر ما توصى فيك منيح. لا يا سيدي لا، خلاص خلاص الله يوفقك. رايح احكي. احكي لشوف. يا سيدي اشتريت من عند اكثر من واحد. احكي لشوف منين كنت عم تشتري ولمين كنت تبيع. يا سيدي انا اشتريت من عند كذا شخص. كمان اكثر من واحد، بتعرف اسمائهم؟ يا سيدي على ما اذكر في عمر ايه وخليل واحمد ونورس. نورس احكي لي كمان لمين بايع. يا سيدي بعت كمان لاكثر من واحد. دك العمى بقلبك، احكي لشوف. يا سيدي كمان بعت لنجم وسامي وأنس وسعيد وعمار. مو على أساس ما كنت عم تبيع لحدا أبدا؟ سيدي صدقني ما بعد غير لهدول يا سيدي. عن جد بس لهدول؟ إيه مالك حق، كان لازم تبيع لكل المحرر. يا سيدي آخر مرة يا سيدي. آخر مرة لك أمو. هدوء. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بعد الاستماع إلى المتهمين سامر وفراس والاستماع للنيابة العامة، قررت هيئة الحكم بالإجماع ما يلي: أولاً، إدانة المدعى عليه سامر بجناية ترويج العملة المزورة وتعزيره بالجلد 300 جلدة متفرقة وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 5000 دولار أمريكي تعزيرا له وسجنه سنة هجرية كاملة. ثانيا، إلزام المدعى عليه سامر بسداد مبلغ وقدره 2200 دولار أمريكي للمدعي علي. ثالثا،
إدانة المدعى عليه فراس بجناية تعاطي وترويج الحشيش والحبوب المخدرة. رفعت الجلسة. طريق النهايه.